أمي هاب طول سنتين وهي متحملة شؤون البيت وأولادها مرضى وزوجها مقعد، ولكن الأمل لا يموت بإذن الله. أخذت أمي هاب وأبي أهاب وانطلقنا إلى المركز الطبي الدولي حتى تخضع للعلاج وتعود مرة أخرى للحياة. دخلت أمي هاب بأولى جلساتها العلاجية، وكان المشجع لأمي هاب زوجها المبتسم. دخلت الجلسة الأولى، وبعد مرور عدة أشهر رجعنا نشوف أبي هاب وأمي هاب شلون صارت حياتهم. بعدهم بالألم لو تغيرت أحوالهم. بعد مناشدة علي عذاب أني رحت للدكتور ماجد الهلالي وصار عندي شلل نصفي، ومن بعدها سويت علاج والحمد لله أشكر هسه رجعت قمت أشتغل وأتحرك إن شاء الله وطبيعي إن شاء الله ربي. وأنا أشكر الدكتور ماجد الهلالي وأشكر علي عذاب اللي من فضل الله وفضله هو إن شاء الله رجعت حالتي طبيعي إن شاء الله. قمت عين أطفالي وقمت أرجع الشغل إن شاء الله وأتحرك وأشتغل إن شاء الله وعين جهالي إن شاء الله. أول ما وقع زوجي كان كلش تعبان وما يقدر، وأنا صار عليه ضغط كلش قوي قوي ضغط، فهو تعافى بسلامة وأنا من الضغط الأسري اللي علي كله صار علي وقعت. أنا ناشدت الأستاذ علي عذاب وما قصر ويانا والإنسانية والطيبات والدكتور مازن الهلالي والكادر كله ما قصروا ويانا، الحمد لله رجعت صحتي وبأحسن حال إن شاء الله. شكرا لله آلاف المرات من جعلنا سبب بإسعاد الناس وعادتهم للحياة مرة أخرى بعد معاناة طويلة وصراع مستمر مع المرض. شكرا لله لأن الآن الأمل أصبح واضح بعيونهم ورجعت هذه العائلة مرة أخرى للحياة. كنت أنا عايش بالألم والقلب ينزف جرحه، بس هسه طبت من الجرح رجعت لي هسه الصحة. على عنادك يا حزن راح أضحك بكل قوتي، راح أحكي للدنيا بأمل فمهل تسك صوتي. هسه أنا كلش فرحة عصفوري فوق الأقصى، غادرت كل الأحزان غادرت طاب الجرح بيا وطاب ورد القلب هسه شاب.